بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، حتى أنتم اللي تدعون الإسلام نفس الشيء، عاصين الرحمن ما كليتوش من الطيبات. الرزق الخبيث ماشي لي، اللحم الحرام ماشي لي، أما اللحم اللي حل ربي لك باش تعيش حياة زوجية كريمة وبعيدة عن المنغصات اللي تأتي من كنتيجة معاصي تقترفونها بالليل والنهار. علاش نهاركم تهزوا فلوسكم وتلتخوها؟ لأنكم لم ترضوا الرحمن في أي شأن كان. أنتم دائما باسم الإسلام تعصون رب الإسلام، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اليهود اللي الجيفة هم يظلموا في روحهم، أما ربي ليس بظلام للعبيد. ولهذا ده اليوم جاء ضربة الكل، زعما الكلكم في الحلال ولا الكلكم اتفقتوا على الحرام؟ وهي أمة الإسلام خليتوها تكون، أمة الإسلام قال ما كمش ربي قال إحنا وسط، معناش تطرف، ما قالش إحنا خير أمة أخرجت الناس، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر نؤمن بالله. وين خليتونا نكونوا مثال يحتذى، نموذج رباني يعاونكم على تقييم أحوالكم وتسديد أهدافكم؟ هذا كل حرمتم من بغياب الأمة، وهذه المؤامرة أنا دائما تحاك من بني أمية إلى الآن إلى قيام الساعة، تحاك حتى لا يرجع الإسلام لإصلاح حال الإنس والجن. نسأل الله السلامة.